في حال اتفق الكرد على مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية هو أن تقوم رئاسة البرلمان بتحديد موعد عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية الذي بدوره سيقوم بتكليف السيد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة. ولكن هل تتوقع حدوث مفاجآت تقلب الموازين؟ المفاجآت التي ممكن أن تقلب الموازين هي فيما إذا صدر موقف حاد أو حاسم من السيد مقتدى الصدر باتجاه آلية تشكيل الحكومة أو طريقة تشكيلها بدءا من المرشح أو وغير أمور أخرى. هذه ممكن أن تؤثر على المشهد السياسي. حتى الآن الأمور هادئة بعد التغريدة الأخيرة التي بثت يوم أمس وكانت فيها مؤشر ولو بسيط، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء. إذا لم يحصل مثل هذا المتغير الأمور تمشي يعني بطريقة طبيعية. لابد أن يعقد البرلمان جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية، وأعتقد أن الإطار التنسيقي والذي هو الكتلة الأكبر الآن ولديه أغلبية كبيرة داخل البرلمان ومعه الاتحاد الوطني الكردستاني وعزم والمستقلون وأطراف أخرى، أعتقد سيتمكنون من جمع أكثر من 220 ربما 240 نائب، وبالتالي ممكن أن يمضي رئيس الجمهورية حتى بالجولة الأولى. لكن بافتراض أن هناك منافسون آخرون سيأخذون بعض الأصوات هنا وهناك سيتشتت، سيمضي المرشح الأوفر حظا وهنا هو الدكتور بهرام صالح بالجولة الثانية بشكل مريح جدا.